السيناريو هذا يعني من الممكن حصوله، لكن لا ننفي السيناريو الآخر وهو استهداف المصالح، يعني استهداف الميليشيات داخل العراق. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القوات التحالف الدولي ما زالت متواجدة في العراق، ولديها هنالك اتفاقية دفاع مشترك لديها ولدى الجيش العراقي بقيادة مصطفى الكاظمي، يعني هنالك اتفاقية أمنية على تقديم الدعم اللوجستي وكذلك الإسناد الجوي. لذلك من المرجح أن يكون هنالك عمليات عسكرية داخل، عمليات جوية داخل الأراضي العراقية وداخل الأراضي السورية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الطائرات المسيرة التي انطلقت من داخل العراق هي رسالة واضحة، أي أنه ربما قد يكون الرد في داخل الأراضي العراقية أيضا في داخل الأراضي السورية، ولربما أن يكون هنالك أيضا استهداف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، يعني في المنطقة الجنوبية بشكل عام. هذه المنطقة على ما أعتقد وفقا لتحليلي أو وفقا لمشاهدتي ومتابعة هذه الاستهدافات، المنطقة تستهدفها إسرائيل بشكل خاص، وهي المسؤولة عن هذه المنطقة أو إعادة حماية هذه المنطقة بالنسبة لها. لكن منطقة التنف ومنطقة الوسطى بشكل عام باتجاه البادية السورية هي بيد الولايات المتحدة. هذه المنطقة يعني أصبحت سوريا مقسمة لدى ثلاثة أطراف بالنسبة للأجواء. هنالك روسيا تحمي منطقة المنطقة الوسطى باتجاه الساحل السوري، وكذلك أيضا هنالك إسرائيل تحمي هذه المنطقة خشية من انتشار الميليشيات الولائية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما جرى في درعا قبل قرابة الشهر أو ما بعد الانتخابات، هنالك كان تصعيد عسكري كبير وهنالك انتشار للميليشيات الولائية، لكن بنفس الوقت هنالك دفع بتلك القوات أو فصائل المعارضة من أجل المواجهة المباشرة تجاهها، وبنفس الوقت لم يدخل سلاح الجو الروسي إلى هذه المنطقة. بمعنى آخر أن المنطقة يعني الأجواء قد قسمت ما بين تلك القوى النافذة داخل يعني الملف السوري بشكل عام. تفضل طيب لك أستاذ أحمد. طيب، ولكن هنالك قضية مهمة جدا، إذا ما قاموا بأي ضربة في الداخل العراقي أو حتى في الداخل السوري، يعني التحذير الذي وجدناه هنا من هذا الصاروخ الذي ظهر اليوم في طوس خرمات وفي كركوك والموجه إلى قاعدة الحرير في أربيل التي يسيطر عليها التحالف الدولي، يعني ألا تعتقد هنا واضحين الفصائل المسلحة أنه استهدافكم سيكون على الجو وستضرب المسيرات وستضرب الهليكوبترات؟ يعني ألا تعتقد بأن هذا بحد ذاته قد يكون رادعا لأي شيء ممكن أن يهدفون له على الأقل في الداخل العراقي؟ بالنسبة للصواريخ أو تستخدمها أو الدفاع، منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ليس لديها القدرة على استهداف تلك الطائرات المسيرة، لربما قد سرب بعض الأنظمة الصاروخية التي تستخدمها روسيا إلى القوات الإيرانية بشكل أو بآخر، والتي تم إسقاط فيها طائرة MQ-9 التي استهدفت في إيران سابقا وكانت تجري جولة من أجل التأكد من تحركات لتلك الميليشيات أو تحركات أثناء المناورات البحرية التي أجريت سابقا. وإذا ما عدنا إلى هذه الصواريخ وقدرة تلك الصواريخ على استهداف المسيرات الأمريكية، لا أعتقد أن لديها القدرة، فلدى الولايات المتحدة القدرة على المسح من خلال الأقمار الصناعية، أي ما قبل تحرك تلك الميليشيات وقبل إعداد تلك الصواريخ.